السلام عليكم الاخوه، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا في كراكشو مدينه بركان. كاين واحد الشقه هنايا فيها 85 متر. بسم الله غادي ندخلوا نشوفوا الشقه. كما كتشوفوا على اليمين ديالنا غادي نتلاقاو هاد السيجور في الجلسه هادي، على اليسار عندنا هنا الكوزينه. غادي ندخلوا نشوفوا الكوزينه، كوزينة متسعة تبارك الله كما كتشوفوا، والشقة يعني كما راها حتى حاجة ما غادي تقلع. كوزينة عندها هاد البالكو هذا كما كتشوفوه، هادي كوزينة. ندوزو للحمام نشوفوه، الحمام تا هو متسع، الزلاج ديالو بالمسائل كما كتشوف الفينيسيو. عندنا هادي المية كذلك، القبص تصميم زوين. نشوفو دابا الصالة اللي متسعة تبارك الله، الفينيسيو ديال الحيط نسترجم على برا الشارع الكبير. شقة ممتازة تبارك الله، 85 متر. ندوزو نشوفو البيت، هذا هو البيت، حتى هو عنده سرجم على برا، بلاكار، السرجم ديالو كيطول برا. البيت الثاني اللي عنده تاهو بالكو، وعنده تاهو بلاكار ديالو، هذا هو البالكو ديال البيت الثاني. عندو بالكو، شوفو لا فينيسيو كي داير، بلاكارات، بيبان بلاصة ديال التلفازة، بيبان تبارك الله صحاح. الفينيسيو ديال القبص، الحمام كنا شفناه، جانا استطاعي. غادي نخلي لكم النمرة ديال التليفون اتصلوا، ما كاينش غير هاد الشقة، راه كاين شقق اخرين كبار. هادي فيها اللي شفتو، هادي راه فيها 85، فيها جوج بيوت وصالة سيجور وحمام، جوج ديال البلكويات، متواجدة في كراكشو مدينة بركان. ما تنساوش تشتركوا اخوتي في القناة باش ان شاء الله يوصلكم الجديد دائما.
تبارك الله، انتم تشوفوا تصميم هائل ما شاء الله. بالنسبة للجيران كاين زوج ديال الجيران، الدروج هو هذا الدروج ديال السطح، حي كراكشو معروف، حي كراكشو.